فبالنسبة للوقفة ديال اليوم هي جات تطبيقا لما خرج به جمعية التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين كتأكيد على الصمود ديالنا بالنسبة للمطالب ديالنا اللي هي إسقاط المرسومين. الإضافة وللجديد اللي كاين في هذه المسيرة ديال اليوم هو حضور الجبهة الداعمة لنضالاتنا اللي تكونات هذه يومين. السؤال اللي كيطرح هو هذا الشيء فين غادي ولا إلى أين؟ حنا كما هما مازال غاديين في التعنت ديالهم، حنا غاديين في الصمود، ما كتخلعنا سنة بيضاء، ما كيخلعنا قمع، ما كتخلعنا حتى شي حاجة، غادي نبقاو غادي حتى غنوصلوا لواحد الوقت، غادي يوقع واحد الاحتقان شعبي، غادي غير يزيدوا يكفسوا الوضع، داك الشيء علاش كنقولوا لهم أنهم يكونوا أكثر عقلانية في التعامل مع المطلب ديالنا، يسقطوا المرسومين. حنايا هنا جينا ماشي بهدف أننا من الأول ما جايينش بهذيك الفكرة ديال أننا نخرجوا نخلقوا الشعب كما هو الشغب كما هو مروج له، جينا لقينا واحد جوج مراسيم اللي جائرة في حقنا، من حقنا أننا نظهروا ومن حقنا أننا ما نتقمعوش، إلا قمعتونا هذا الشيء كيدل على ضعف موقفكم أنتم، حيت اللي كيكون معاه الحق ما كيقمعش السي الوزير. حيدوا المراسيم، خليونا نرجعوا نقراوا، المساندة راها شعبية، القضية ما بقاتش قضية أستاذية بالدرجة الأولى، ولات قضية مجتمعية شعبية، كيحضر فيها الأستاذ، كيحضر فيها العامل، كيحضر فيها الوزير، كيحضر فيها أي واحد.